صباح الخير لحضرتك وللساده المشاهدين. هو طبعا المعلوم طبعا بالنسبه للبلاغ طبعا كان يوم 22/1 كان تبلغ من اسم المقطم بقيام مجهولين بالاستيلاء على طبعا سياره نقل اموال مصفحه تابعه لاحد شركات نقل الاموال بمنطقه المقطم وفروا بالسياره هاربين. على الفور طبعا تم تشكيل فريق بحث وانتقل طبعا السيد اللواء مساعد اول وزير امن القاهره، السيد اللواء مساعد اول وزير الامن العام، والسيد اللواء مدير اداره عامه بحث القاهره، وتم تشكيل فريق بحث على مستوى عال بناء على توجيهات من السيد اللواء وزير الداخليه. حضرتك طبعا هم كانوا قاعدين على استلموا الفلوس من الشركه، نزلوا يفطروا فقعدوا على احدى المقاهي بمنطقه المقطم وتركوا السياره، فوقوا بالسياره اتاخدت وداخلها المبلغ المالي. طبعا عملنا تمشيط سريع في المنطقه، بعد ساعتين عثرنا على السياره في احد المناطق الجبليه بمنطقه المقطم، وللاسف طبعا ما كانش فيها المبلغ المالي، وعلى الفور طبعا تم تشكيل فريق بحث واشتغل على محاور عديده. اول محور طبعا عشان الواقعه غريبه فحصنا طبعا المجني عليهم نفسهم اللي هو طقم العرب السياره ومكان البلاغ، فحصنا كل المتواجدين في مكان البلاغ نفسه عشان نشوف اي شهود او اي معلومات او اي مشاهده للجناه. العاملين بالشركه سواء عماله حاليه او عماله سابقه تم فحصهم فحص جيد. تم تجنيد طبعا المصادر في اوساطهم، تم استخدام التقنيات الحديثه، والحمد لله بالنسبه لفريق البحث امكن ان يتوصل الى انه غير ارتكاب الواقعه احد السائقين العاملين بالشركه قام بمغافله احد زملائه في وقت معين واستولى على المفاتيح وعمل نسخه عليها واتفق مع اثنين من اصدقائه على انه يسرق العربيه، وبالفعل تمت الجريمه والحمد لله طبعا تم تقنين الاجراءات وتم اعداد اكمنه في عدد من المحافظات بالتنسيق مع مصلحه الامن العام، وتم ضبط الثلاث متهمين السائق والاثنين اصدقائه، وتم ضبط تقريبا المبلغ بالكامل، باقي حاجات بسيطه فيه فقط يعني اللي هي مصاريف فضيه. الحمد لله.